الحاج عامر حسين المشرف العام على المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي فرحانه بيزقطط النهاردة، لأنه يعني الموسم ظاهر من البداية بشكل أكثر من رائع، واستطاع أن يطلق مع زملائه في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال بعلام كل المسابقات في زمن قياسي وتحدي رهيب. الحاج عامر حسين مع زملائه أطلقوا الممتاز ب ثم الدوري الممتاز ألف ثم الدرجة الثالثة، وستكتمل باكر السبت بمجموعة الصعيد ليكتمل عنقود الثالثة، ثم الرابعة بعد أيام والبراعم والناشئين لأول مرة منذ أكثر من 13 سنة يا جماعة تنطلق كل المسابقات بانتظام واحترام، وهو فرحان وبيزقطط النهاردة لأن السوبر خلى شكل الدنيا ومجهودهم يظهر للعالم كله. حاج عامر مساء الفل. الفل عبد الناصر بيه، وبشكرك وتحياتي للنجوم اللي معاك في الاستوديو. طبعا كابتن حامد صدقي بيمس عليك، والكابتن العجوز والكابتن احمد سمير، وعايز اقول لك يعني لازم تقول لنا انطباعك في هذا اليوم التاريخي والمهم جدا، ليس لنجاح مباراه وانما تصميمك على انطلاق المسابقات كلها بما فيها الممتاز ب والثالثه والرابعه والبراعم والناشئين وبطولات القطاعات والجمهوريه، لازم الناس تعرف ده لان الموضوع في مصر مش اهلي وزمالك يا حاج عامر. أكيد طبعا، إن في ناس الحقيقة غايب عنها إن في مراحل كتير من أول البراعم لغاية الناشئين والشباب والقسم الرابع والثالث والثاني، اللي بقى دلوقتي في أضواء كتير عليها القسم الثاني، والناس كلها بقت بتنتظر النتائج بتاعتها والمباريات بتاعتها، ويمكن الموسم اللي جاي إن شاء الله هتبقى الأضواء أكتر وأكتر، وهيبقى في 20 نادي في منتهى القوة مجموعة واحدة، وده هيبقى ميزه للانديه اللي هم بعض الانديه اللي كانت بتشتكي ومش عايزه تعمل النظام دوت. دي من مصلحه الانديه كلها، لان النظام اللي احنا فيه ثلاث مجموعات بقى له سنين طويله، والناس كلها بتشتكي برضو من الامكانيات الماديه، وبيلعبوا مع نفس الانديه هي. طب احنا دلوقتي لما بناخد ال 20 نادي، الانديه اللي هي مش هتبقى موفقه تطلع من اول خمسه في كل مجموعه، واثنين من المركز السادس من الثلاثه هيبقوا موجودين فوق، الباقيين هيبقوا موجودين تحت، ما هو هينزل برضه مع نفس الفرق اللي كان بيلعب معاها. فبالتالي لازم ناخد بقى التجربه اللي بقى لها 30 35 سنه، كل ما كان الاتحاد يجي يعملها يجي قبل الانتخابات بشويه يقوم لاغي كل الكلام دوت، نرجع تاني عشان نراضي الانديه كلها. وطبعا مع احترام الانديه كلها يعني الموضوع ده تم دراسته كويس جدا ومن مصلحتهم، وما بحبش اضحك على الانديه، وانا مقتنع جدا بالموضوع دوت. فنتمنى ان شاء الله ان الموسم اللي جاي ان تبقى فيه شركات راعيه، والناس تبقى يعتبر دوري ممتاز اخر ال 20 نادي. بس اوعى تنساني، وهيبقى سهل بقى ان ثلاثه ينزلوا ثلاثه يطلعوا، حتى اللي هيهبط مش هيتوه تحت بقى عبد الناصر بيمشي، هيبقى بيلعب دوري قوي يطلع ثلاثه وينزل ثلاثه على طول، تبقى الامور ماشيه كويس. يا حاج عامر اوعى تنساني لما تلاقوا عندكم في الاتحاد متراعي العبد لله جابها من تحت الارض، وقناه الشمس عملت لكم من الفسيخ شربات يا صاحبي. ما انا ما اقدرش اضحك عليك، اوعدك من دلوقتي وقت المصلحه كله بينسى، فخلي بالك يعني. بس انت حاول تجيب اعلانات كده وبتاع عشان تخش بقى منافس قوي. بس عايز اقول لك على حاجه، احنا سعيدين بالتجربه في قناه الشمس والله، وبيتصرف عليها مبالغ كبيره جدا دون انتظار عوائد، ايمانا من اداره قناه الشمس انها بتقدم حاجه محترمه للبلد والله يا حاج عامر. الحقيقه الطاقم اللي بيشتغل مع حضرتك في كل الملاعب، المجهود اللي بيعملوه والشياكه اللي بيجوا بيها ومهتمين جدا، حاجه مشرفه جدا الحقيقه، وادت اهتمام كبير ان كل واحد بقى يتابع كمان على الهواء كمان النتيجه اول باول واللقاءات، فالناس كلها اللعيبه حاسه بقيمتها دلوقتي وحاسه بالمجهود اللي بتعمله اللي كان قبل كده ما حدش حاسس بيهم في الدرجات اللي تحت، من لعيبه من مدربين، يعني كل الامور ديت انت طلعتها في للناس وبقت الناس تنتظرها، وانا متاكد هيبقى في نجوم كتير هتطلع الموسم دوت
لان الناس ما بتشوفش اللعيبه بتاعت القسم الثاني الا لما يعملوا مباراه وديه في فترات الاعداد مع الدوري الممتاز. دلوقتي كل اسبوع اللي عايز يكتشف لعيبه لازم يتابع اللعيبه دي طول الدوري، مش هيقدر يتابعها الا من خلال برنامج زي بتاع حضرتك كده وقناه الشمس، لانه هيشوف اللعيبه مره واثنين وثلاثه، وبعد كده يقدر طبعا يستفيدوا النادي اللي هو بيلعب فيه يستفيد ماديا، والنادي اللي هيروح له طبعا هيستفيد. الكابتن حماده عايز اسالك، لان الكابتن حماده فرحان النهارده بالسوبر وشكل السوبر، وعايز يحييك والله العظيم، كلنا فرحانين لك على فكره وفرحانين لمصر، خلي بالك. يا حاج عامل والله يعني قبل الكابتن حماده طبعا حبيبي وصديقي وكل حاجه، يعني راجل جميل جدا. ربنا يخليك. انا لازم اشكر طبعا دوله الامارات، لان الحقيقه كل مباراه وكل ايفنت بيتعمل في الامارات حاجه مفرحه جدا طبعا، حاجه مشرفه لل لا مبروك يا حاج عامر، نجاح السوبر طبعا حاجه تحسب لاتحاد الكوره، واداء وتنظيم جيد، والمباراه خرجت بشكل جيد تدي انطباع على الكره المصريه بشكل كويس يعني، فمبروك نجاح السوبر طبعا. بس يا ريت برد على التليفون، بس انت ما تردش على التليفونات، بس برد على التليفون. لا والله لا لا والله لا ما تعبش بالله. هقول لك ايه يا كابتن، هو خلاص مش هروح انا بعدين على هوا، انا عندي التليفون التليفون بتاعي اللي بقى له 10 سنين باظ، فجبت تليفون جديد نص الارقام اتنقلت ونص الارقام ما اتنقلتش، مفيش مشكله، فانا بقولها على هوا على هوا عشان اللي زعل مني. لا ما تردش على التليفون انت، انا عارف. لا لا خلاص عايزين نكلمه برضه يا كابتن حماده في الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها بتاعت الرخص التدريبيه. كابتن احمد سمير بيكلمك على مهمه. بقول لك يا حاج عامر، اتفضل يا كابتن. في مشكله قايمه في المدربين المصريين لما بيروح يشتغلوا في اسيا، الاتحاد الاسيوي يقول لك لازم تعادل الرخصه الدراسيه اللي بتاعت الاتحاد الافريقي اي او بي او اي حاجه بالاسيويه، فلازم يحصل اتصال مع الاتحاد الاماراتي والاتحاد الاسيوي عشان لازم نحل المشكله دي. طبعا هي مشكله كبيره، ويمكن الدكتور جمال لما تم اختياره في الاتحاد مدير اداره التدريب، المهمه الاولى بتاعته ان هي موضوع التراخيص، لان المدربين كلهم بقى لنا بتاع 4 سنين ما فيش دورات، فبالتالي حتى الشهادات اللي مش معتمده في اسيا ما بقتش موجود، والناس اللي كانت واخده السي وعدى عليها سنتين بقت مشكله جديده، فبالتالي الدكتور جمال معروف ان هو راح راح الكويت وراح الامارات عشان يشوف حلول كمان مع الاتحاد الافريقي، ان لما تعمل الدوره، لان اصلا طلع ما عندناش محاضرين معتمدين، يمكن واحد ولا اثنين بس في مصر يا لهوي معتمدين في الاتحاد الافريقي. انا معتمد في اتحاد افريقيا يا حاج عامر. والمشكله ما بقول لحضرتك هتلاقي كم واحد عندنا من المصريين محاضرين في الاتحاد الافريقي؟ خمسه الكابتن حماده والكابتن شطه والدكتور محمود سعد والكابتن فتحي، والكابتن الخمسه اللي هيغطوا المحافظات كلها؟ لا طبعا. 20 محافظه؟ لا طبعا. وبعد كده كمان انتوا لازم تعملوا ميزانيه ماليه سخيه، لانك انت حتى لما بتبعت للمحافظات المقابل المالي ضعيف، فازاي المحاضر هيروح ويفيد؟ لازم برضه ننظر لها من المنظور ده يا حاج عامر مع الدكتور جمال محمد علي. يعني مش معقوله طبعا كانت بتترك للمناطق، ان المناطق لها تكلفه، الدورات ليها تكلفه كبيره. فبالتالي لازم تتحط ميزانيه ليها. ففي بعض المناطق بتدعم، زي اسكندريه كانت بتدعم الدوره ما تحبش بقى، وفي بعض المناطق فقيره ما تقدرش زي اسكندريه زي عندك. وفي مناطق عايزه تغطي التكلفه فبترفع القيمه على المدربين، بتعمل مشكله للمدربين، فبيبقى في عزوف عن الدورات، وهنا لازم اشكر. ايوه هو الموضوع لازم يتحل طبعا بطريقه كويسه، على ان المناطق اللي معاها امكانيات بتخفض، والمناطق اللي ما عندهاش امكانيات بتبقى البدل قليل، ويبقى بدلات المحاضرين والتكلفه بتاعت البتاع تبقى تمام، تتجمع كلها على ان اللي معاه يشيل اللي معهوش. عامة أنا بشكرك في منطقة اسكندرية على اللي بتعمله في المجال ده، لأن المدربين هم متفاعلين ورسائل بتجيلي. وكمان عايز أشكر سوهاج الدكتور النائب سامي فتحي سوس رئيس منطقة سوهاج لكرة القدم وعضو مجلس النواب، لأنه بيدفع من جيبه الشخصي مبالغ باهظة، ويمكن معاه أخوه صديقنا الحاج محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وابن سوهاج، عشان يوفروا هذه الدورات بأقل تكلفة في ظل عدم وجود أي موارد لمنطقة سوهاج، فده شيء كويس. وأنا فرحان في البرنامج إن إحنا كل يوم بنطرح قضية جديدة،
واعتقد ان حتى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وفي اكتر من لقاء معايا قال لو اتحاد الكوره قدم لي تصور لاعاده تاهيل المدربين المصريين في المحافظات لن نتاخر في تقديم الدعم المالي اللازم. اكيد طبعا. والدكتور جمال قريب قوي من الدكتور اشرف طبعا، فيعمل المشروع، يعمل الدراسه، لان الكابتن حماده الموضوع اللي فاتحه دوت موضوع خطير جدا، لان حتى الدارسين اللي اعتمدوا في الاتحاد الافريقي حتى الشهادات اللي طلعت يعني في الدوره بتاخد منها حوالي 400-500 واحد تمام، اللي معتمدين اقل من كده في الاتحاد الافريقي، في ناس كتير ما اعتمدتش لغايه دلوقتي في الدورات اللي اتاخدت قبل كده، في نص العدد ما تمش اعتماده حتى في الاتحاد الافريقي وما فيش شهادات طلعت، فطبعا مشكله عايزين برضو نعرف ايه السبب الموضوع دوت. حق عامر الكابتن العجوز عايز يتدخل معاك، وانا عارف مداخلتك مليئه ودسمه وشرف انك تكون معانا في ظل اختفائك، واحنا بنجيبك بالعافيه ولسه الممتاز بقى والناس كلها مستنيانا في كل مصر، ولكن ده ملف مهم والكابتن عجوز ليه سؤال عند حضرتك. السلام عليكم حاج عامر، ازي حضرتك؟ كل سنه طيب. لا بك يا باشا، الله يخليك. تجوزي بالحل في المشكله اللي قالها كابتن حماده وكابتن احمد سمير واللي كلنا عايشينها، يعني انك لازم تعادل الرخصه الايه اللي انت واخدها بالاسيويه، انما وحضرتك برضو اتكلمت في نقطه مهمه ان في 400 شهاده طلعوا والعدد اكتر من كده بكتير. انا عايز بس يعني كجزء من الحل، احنا عندنا مدربين حصلوا على بطوله افريقيا وحصلوا على الدوري العام واشتغلوا في الدوري العام المصري الممتاز واشتغلوا في دوري كابتن علي ماهر كان بيقعد في المدرجات. بعد اذن حضرتك، لازم يتحط شروط واسس للناس اللي تشتغل دي عشان نقدر نعادل الشهادات اللي عندنا دي بالشهادات اللي في اسيا، مش يبقى اي حد يقدر يشتغل صح، او اي حد معاه الشهاده او اي حد خدها وما اشتغلش يبقى معاه شهاده وخلاص. تمام. لا، الناس اللي اشتغلت زي كابتن حماده صدقي، زي كابتن حسن شحاته، زي كابتن ابو طالب العزاوي، حسام البدري، سمير، زي كابتن حسام، لا لازم يبقى في اسس. الراجل ده اشتغل عدد من السنين في الدوري الممتاز، واحنا الدوري بتاعنا من اهم واقوى دوريات على مستوى المنطقه العربيه، فبالتالي لما تبقى الاسماء دي موجوده ومتساويه باللي موجوده في اسيا اكيد هتفتح مجالات كتير الناس دي تتنقل تشتغل في الدول العربيه، فبالتالي لازم نحط لها اسس ومبادئ نمشي بيها كلنا سواء هنا او هناك، وده طبعا من خلال حضرتك ومن خلال الناس المسؤوله والدكتور جمال طبعا. احنا لسه ما اتكلمناش على البرو كمان معقوله مصر ما تعملش برو؟ طبعا دي قصه انا عاملها في السودان او عاملها في المغرب يا كابتن، صعب قوي يعني. لا انا جالي في عروض جت لازم خلصت معاك البرو، ما البرو ما اتعملتش عندنا، اتعملت في المغرب ولسه ما لسه باديه في المغرب، في السودان. يعني خلي بالك، لا اخفي لك سرا، الكابتن حماده من الناس اللي جت هو، يعني انا كنت اقول ده هو سبقني، جات له عروض ووقفت رخصه البرو طريق في انه يشتغل بره مصر. طبعا ده موضوع خطير جدا وموضوع مهم جدا وتم اهماله في السنين اللي فاتت، لان الموضوع دوت الحقيقه الواحد بيبقى محرج لما تقول ان شهاده مع الاتحاد الافريقي مش معتمده في الاتحاد الاسيوي. علوا الصوت يا جماعه في الاستوديو. وكابتن علي ماهر قاعد في المدرج عشان والكابتن حسام البدري في الجزائر قاعد في المدرج. يا كابتن حماده بيبقى كابتن حسن شحاته بطل افريقيا ثلاث مرات وثلاث دورات بجهازه الفني ومحدش معاه البرو. يا جماعه لا ما ينفعش. هروح لحضرتك يعني. الموضوع صعب جدا ولازم الاتحاد طبعا في الملفات المهمه ديت، يمكن المسابقات احنا خلصنا عملنا المشروع التصور في السنين اللي جايه ايه اللي هيحصل. تمام. انما مشروع النواحي الفنيه دوت المدربين، يمكن عشان كده احنا قلنا الدكتور جمال مدير اداره المدربين ما قلناش مدير فني، عشان المدير الفني ما يضيعش وقته، لان احنا عندنا مدير فني في المنتخب الاول ومدير فني للمنتخب الاولمبي، الاثنين جايين والمفروض ان هم عندهم سي في جامد جدا. فاحنا كنا جايبين الدكتور جمال الحقيقه عشان يهتم بالنقطه ديت وثقافه المدربين وتثقيف المدربين كلهم، وعشان نقدر ما يعمل بعد كده في الشروط المسابقه ان ما حدش هيدرب الا لما ياخد مثلا القسم الرابع والناشئين البي، لازم للقسم الثاني، بس عشان تاخد النقطه ديت لازم تتاح لهم الفرصه ان هم ياخدوا الدورات ديت الشهادات ديت. طيب بقى لنا ثلاث اربع سنين ما ينفعش الموسم دوت اقول له لازم يبقى معاك شهاده عشان تدرب، مش هنلاقي حد هيدرب. طب
يا حاج عامر بعد اذن حضرتك شوف عشان تعرف مدى تفاعلنا الحمد لله ومشاهداتنا. جاي لك من وزاره الشباب والرياضه ومن قطاع الرياضه ومن الاداره المركزيه للاداء الرياضي بتعليمات من معالي الوزير. شايف اهو، نتمنى ان يكون هناك تصور شامل للمدربين. وانا بسمع الحاج عامر حسين دلوقتي، يا ريت يبقى في تصور شامل والدوله تعطي اهتمام كبير لهذا القطاع. ومن اولويات الدوله إعادة تأهيل أبنائها للعمل سواء داخل مصر أو خارج مصر، وهذا الملف مهمل من سنين، ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة الاتحاد المصري لكرة القدم في تأهيل أولادنا وجعلهم من أفضل مدربين القارة والوطن العربي. إحنا طبعا عبد الناصر بيه، إحنا من غير الوزارة الشباب والرياضة عمرنا ما هنعمل حاجة في الملف دوت إلا بتعاونهم. صح. يعني يمكن الحاجات اللي بعملها الخاصه في الاسكندريه عن المنطقه والندوات الثقافيه واجيب الدكاتره الكبار اللي عندنا في مصر، دي حاجات كنا على طول بيعاونونا بمدير شباب الرياضه بالقاعات بتاعتهم بالقرارات اللي عندهم. حضرتك انما المحافظات كلها محدش هيقدر في اتحاد الكوره يعمل حاجه الا عن طريق الدكتور اشرف واهتمامه ووزاره الشباب والرياضه، لان هي عندها الاجتماعات وعندها يا عم احنا في عصر ذهبي عندها الامكانيات كلها، لان هي دكتور عائشه كمان كراجل كدكتور واكاديمي ومتخصص طبعا، هيبقى سهل جدا ان هو يشوف التصور اللي يقدمه الدكتور جمال لاتحاد الكوره ان هو يفعله بطريقه علميه ويفعله تمام باهتمام عشان يبقى الموضوع يبقى جدي، الموضوع ما يتعملش مشروع كده ويقعد شهر شهرين ولا سنه وخلاص ينتهي. تمام. يبقى تصور كامل. احنا ما نعرفش عدد المدربين عندنا في مصر كام، ما نعرفش مين اخذ الدورات ومين ما اخذش، فالموضوع غامض جدا، فبالتالي عايز مشروع كامل، مشروع اكاديمي 100% كامل عشان نقدر ننجح الملف دوت. وطبعا بشكر الدكتور اشرف على تفاعله، ونتمنى طبعا ان اتحاد الكوره والمسؤول الدكتور جمال محمد علي ان هو يبقى عنده نفس الجديه والنشاط ويخلص مع الدكتور اشرف المواضيع ديت عشان نبدا فيها في اسرع وقت. احنا في عصر ذهبي مع الدكتور اشرف صبحي، واميز ما يميز الدكتور اشرف صبحي انه يعيد هيكله البنيه الاساسيه، ومن اهم عوامل اعاده هيكله البنيه الاساسيه طبقا لتوجيهات سياده الرئيس ان احنا نستثمر في البشر يا حاج عامر، وقوتنا الداعمة في أبنائنا النجوم اللي بيخرجونا من الملاعب منورين يا كابتن عجوز ونجوم ستار ثم يسلكوا مجال التدريب يا كابتن حمادة يا كابتن أحمد، ولا بد أن الدولة تقف جنبهم وتقدمهم لسوق العمل بما يليق حتى تعود لنا الريادة عربيا وإفريقيا، وانت فهمني البساط اتسحب من تحت رجلينا، ومصر عظيمة وكبيرة وتستحق ان هذا الملف يأخذ حقه. وانا بشكرك على المداخلة المهمة دي. بس هي نقطة أخيرة عبد الناصر بيه، ما دام الدكتور أشرف متابع طبعا مع الناس كلها، برضه بنشده ان يوم الأحد في مباراة للمنتخب الأولمبي، مباراة مهمة جدا. تمام. نتمنى برضه يعني تكليفه لمدير الشباب والرياضة في اسكندرية ان الشباب واللعيبة الأندية ومراكز الشباب يحضروا المباراة ويشجعوا الفريق، لان احنا محتاجين ناس تبقى موجوده في الاستاد. تخيلهم يمكن ما فيهوش نجوم لامعه قوي طبعا، بس فريق قوي جدا، والمباراه الاولى كانت التعادل 0-0، والمعلومات اللي جت من المنتخب وهم في المعسكر هنا ان المنتخب مش سهل وعندهم سرعه كبيره جدا اغلب اللعيبه. تمام. اتمنى من الدكتور اشرف كعادته ان هو يدي تعليماته وأوامره لمدير الشباب الرياضة إن تبقى الأندية ومراكز الشباب ممثلة في لعيبة الكورة عندنا في اسكندرية، يبقوا موجودين في الملعب يوم الأحد إن شاء الله. الدكتور أشرف بيتابعنا، وأنا يعني يمكن على مدار الحلقة هتلاقي هذا تم وصدرت تعليماته، لأن هو في ظهركم وفي ظهر المنتخبات. وأنا بس يعني قبل ما تمشي ليا لوم على الإعلام، بس والله مش عشان قناة الشمس بتعطينا هذه المساحة، والله العظيم ده الإعلام الهادف الذي تحتاجه مصر. والله الموضوع ما موضوع مقارنات من أسطورة ومن مش أسطورة ومن أفضل خط نص ومن أفضل خط دفاع ومن الأهلي جمهوره أكتر ولا الزمالك، والله مصر تستحق مننا إعلام رياضي هادف وبناء ومهني. وأنا يعني حزين إن الملف اللي فتحه الكابتن حمادة صدقي
قنوات هي فيها أساتذتنا ونجومنا ولم يفتحوا هذا الملف. وأنا يمكن صدمت على الهوى دلوقتي لأن عندي منه قشور حتى أكون أمين أن هذا الموضوع مؤلم بهذه الدرجة. وأنا بشكر تفاعل معالي الوزير معانا وأعتقد أن أنا محتاج أن نعمل حلقة مع الدكتور جمال محمد علي علشان خاطر نساعد في أنكم أنتوا أنت عارف أنا طول حياتي متعاون معاكم. فإن شاء الله بإذن الله نعمل حلقة مع الدكتور جمال محمد علي تحت عنوان إنقاذ مدربين مصر، لأن فعلا المدربين يا جماعة إحنا عندنا بطالة في المدربين. مش عايز أقول لكم النسبة، فمش عايزين نتكلم بوجع أكتر من كده. وفي مدربين بتدفع من جيبها، يعني أقول لك على حاجة، أقسم بالله مدرب بعت لي بيقول لي يعني إيه البروش، راحوا هنا قبل ما يمشي الحاج عامر. لا انا عايش الموضوع ده يا عبد الناصر بيه، لان انا عندنا 108 نادي في اسكندريه حاليا، 10 انديه عندهم امكانيات، باقي الانديه يمكن الانديه الشعبيه دي كانت اتولدت في اسكندريه، كلها عباره عن محلات، واحد بيحب اللعبه بياخد الحي اللعيبه الشباب بتوع الحي بتوع بيعمل فرق بيخش بيشترك بيدفع من جيبه بيجيب لهم لبس. الامور ديت احنا عشناها في اسكندريه، وكان كل نجوم الاتحاد والاولمبي والسواحل زمان كلها كانت طالعه من الانديه ديت، من الناس اللي هم كانوا شغالين متطوعين فعلا وبيدفعوا من جيبهم. فطبعا نتمنى ان شاء الله ان الامور تتحط في الوضع الصحيح. وبرضه عشان اخيرا برضه ان انا لازم ادي كل واحد حقه، ان الشركه الراعيه الحقيقه هي نسقت التمسيك كامل مع هيئه ابو ظبي، ومن شهرين شركه برزنتيشن اديتهم ميعاد برزنتيشن، اديتهم الميعاد بتاع اليوم النهارده 28، انا شفت ان هو الميعاد المناسب. فطبعا هم مجهزين من اكتر من شهرين بيجهزوا للمباراه ديت عشان الناس بتشوف المباراه بس يوم المباراه ان الدنيا سهله، لا ده كان ليها ترتيبات عاليه جدا وتنظيم وبروفات. فطبعا زي ما بشكر طبعا دوله الامارات كلها وابو ظبي، لازم اشكر الشركه الراعيه لانه عملوا مجهود كبير جدا في التنظيم ده. في كلمة ونص آخر حاجة حق عامر، جمهور الشرقية بعت لك زعلان، وجمهور المنيا بعت لك زعلان، وجماهير الأندية الشعبية بعت لك زعلانين. هناك جماهير تدخل الملاعب في الممتاز به، وهناك جماهير لا تدخل الملاعب، فألا تساعدونا أن ننسق سويا مع الأجهزة الأمنية الملعب الذي يصلح ومتوفر فيه الشروط لا يمنع الجماهير ولو بعدد بنسبة، لأن عندنا استاد الجامعة في الزقازيق بيحتضن مباريات الشرقية في الدرجة الثالثة، واستاد مؤمن وتمام التمام، لماذا يمنع جمهور الشرقية؟ استاد الجامعة في المنيا مؤمن ومتوفر فيه الشروط، لماذا يمنع جماهير المنيا من دخول الملاعب ولو بنسبة حتى يا حاج عامر؟ نقطة مهمة جدا طبعا، وكويس إن أنا هجاوب على السؤال ده للناس كلها عشان ما تزعلش. إن إحنا قدمنا لكل المديريات الأمن على إن إحنا ندخل 500 واحد حتى لكل نادي. فطبعا في ملاعب لا تصلح ان الجمهور يخش، وده موضوع امني بحت. لا لا، للملاعب التي لا تصلح احنا ضدها. اكمل لك عبد الناصر بيه الموضوع، فضل. موضوع جامعه المنيا يمكن احنا حطينا مباراه بعد التوقف اللي جه عشان المؤتمر الكبير اللي هيتعمل في مصر. فاحنا جامعه المنيا حددنا لهم يوم ان هم يلعبوا يوم اثنين عشان نضغط المباريات عشان احنا في رمضان عندنا توقف. وبعدين ما امكنش ان احنا نلعب الا يوم الجمعه في ملعب جامعة المنيا يوم الأجازات عشان الطلبة مش موجودين فيها. فقدمت المباراة يومين. أنا بتكلم على مثال من الأمثلة، يعني كمان بقول في مشاكل كتير في موضوع الملاعب. موضوع الملاعب ده ليه ملف كبير جدا، لأن في ملاعب حاليا يمكن كان متاح قبل كده إن هي تبقى صالحة للجمهور للناس، حاليا في ملاعب وملاعب كمان ليها اسم في الدوري الممتاز، العمار اللي حواليها والبيوت اللي اتبنت حواليها بقى في مشكله للامن، عشان يا اما بيعطل المرور، يعني في حاجات تانية الامن عارفها، فانا ما اقدرش اخش في الملف ده خالص حقيقة. طبعا واحنا معاك، احنا مع الامن، بس عايزين ما بص عشان كده انا كنت دقيق، ما يتوفر فيه الشروط يا حاج عامر؟ لا، اللي يتوفر فيه الشروط اكيد الامن مش هيمنع اصلا. يعني ايه اللي هيخلي الامن يمنع ما دام متوفر فيه الشروط؟ لان في ناس برضه لازم تعرف ان في كانت اشتراطات طالعه من النيابه طبعا لازم الامن ملتزم بيها. يعني برضه محدش يعرف ان استاد الجيش بالسويس ما فيهوش كاميرا، عشان كده بنلعب في استاد السويس
اللي تابع لشباب الرياضة عشان في الكاميرات تتلعب عليه بطولة افريقيا الفترة الأخيرة. صح. يعني في حاجات معينة الناس ما تبقاش عارفاها ويمكن الإعلام مش حاطط الضوء عليها قوي، وأنا بشيلها كلها وبتهاجم، وبرضه في حاجات ما اقدرش أقولها. فبالتالي أكيد أي حاجة وأفضل حاجة للأندية بنحاول نعملها بنعملها، إنما بنبعد عن نقطة الأمن، لأن محدش هيستحمل أو حد هيتحمل أي خطأ أو أي حد يحصل له حاجة إلا الجهات الأمنية. أشكرك شكرا جزيلا يا حاج عامر على هذه المداخلة الثرية.